يعني انا نفسي كنت في دي حاجه وفي دي حاجه. يعني لما اشتغلت معاني كان اول مسلسل، فانا يعني فكره ان انا اول مره خالص بمثل وواقف قدام نجوم كبار، بشتغل مع استاذ محمد فاضل مخرج، مع دكتور يحيى الفخراني، مع مامي، الناس كلهم يعني نجوم كبار، وانا اول مره ولسه وبروح من المدرسه وبحاول اجيب اذن ان انا معلش احسن كان عندي تصوير. يعني فاهمه كنت عايشه حاجه كده غريبه. وبعدين كان الدور يعني بالظبط، وكان دور فعلا يعني كئيب بزياده. فكان ساعتها يعني بالنسبه لي كانت تجربه مختلفه، ومامي كانت بتخاف عليا جدا وكانت بتحاول على طول الوقت، لدرجه انها لما تيجي تحفظني تقول لي طب قولي، اقول لها ماما بليز سيبيني انا اقول بطريقتي، يعني خليني انا امثل بطريقتي، يبقى عندي شخصيتي. فهي كانت حابه ده فيا، وفي نفس الوقت غصب عنها بتبقى نفسها تساعدني. يعني مايك هنا يا جماعه، المايك هنا.